مساء الخير مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رياضة اليوم. لكن قبل الخوض بتفاصيل الحلقة ندعكم مع أبرز محاورها. مواجهتان مهمتان لنابولي وتشيلسي في الدوري الأوروبي. مانشستر يونايتد وبورتو يبلغان ربع نهائي تشامبيونز ليج. انتصارات مهمة للصناديد والأصايش وسردم في كأس إقليم الجزيرة. أهلا بكم من جديد، نبدأ حلقتنا من الدوري الأوروبي، حيث تستكمل حاليا مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي للبطولة بإقامة العديد من اللقاءات، وفي أبرزها يستقبل نابولي الإيطالي سالزبورغ النمساوي، فيما يحل دينامو كييف الأوكراني ضيفا على تشيلسي الإنجليزي. يخوض نادي نابولي الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي اختباران مهمان على أرضهما أمام كل من سالزبورغ النمساوي ودينامو كييف الأوكراني على التوالي ضمن مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة الدوري الأوروبي بكرة القدم. ويدخل نابولي لقاءه أمام سالزبورغ بعد فقدانه نظريا أمله في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي بسقوطه أمام منافسه جوفانتوس بهدفين لهدف. كما كان من قبلها قد ودع بطولة كأس إيطاليا من الدور ربع النهائي بخسارته أمام ميلان. ولم يتبقى لأبناء المدرب أنشيلوتي سوى بطولة الدوري الأوروبي لإنقاذ موسمهم، ويسعى فريق الجنوب الإيطالي لتحقيق الفوز على ضيفه النمساوي لتسهيل المهمة في مباراة الإياب. أما سالزبورغ الذي بلغ هذا الدور بتخطيه عقبة كلوب بروج البلجيكي، فيريد هو الآخر العودة بنتيجة إيجابية من أرض مضيفه باعتبار أن الحسم سيكون على أرضه وأمام جماهيره. وفي مباراة ثانية يستقبل تشيلسي الإنجليزي على ملعبه دينامو كييف الأوكراني، ويدخل البلوز اللقاء بعد تحقيقه الانتصارين مهمين بآخر جولتين للبريمير ليج بفوزه على كل من توتنهام وفولهام على التوالي، ليرفع الفريق رصيده ل 56 نقطة في المركز الخامس. ويسعى زملاء النجم البلجيكي إيدن هازارد للعودة لمنصة التتويج مرة أخرى بهذه البطولة الذي أحرزوا لقبها مرة من قبل عام 2013 بتغلبهم في النهاية على بنفيكا البرتغالي بهدفين لهدف. لكن الطريق للفوز باللقب يبدأ بتخطي دينامو كييف وتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب في أوكرانيا. بالمقابل لن تكون نتيجة التعادل سيئة للفريق الأوكراني الذي سيخوض مباراة الإياب على ملعبه. وسبق للفريقان أن التقيا بدور المجموعات للبطولة الأكبر دوري أبطال أوروبا موسم 2015-2016، حيث تعادلا ذهابا في أوكرانيا من دون أهداف، فيما فاز تشيلسي إيابا في لندن بهدفين لهدف. نعم مشاهدنا الكرام، للحديث أكثر ينضم إلينا من القاهرة الكابتن عمرو عاطف، ناقد ومحلل رياضي. مساء الخير كابتن عمرو. مساء الخير يا كابتن، منورنا على قناة اليوم كابتن عمرو. بنور حضرتك واحب احيي حضرتك واحيي كل الشعب السوري الحبيب. شكرا كابتن عمرو. كابتن عمرو، طبعا بتجري حاليا مباريات الدور، تستكمل حاليا مباريات الدور ثمن النهائي لبطوله الدوري الاوروبي لكره القدم باقامه ثلاثه لقاءات، حيث يلتقي فالنسيا مع كراسنودار وتشيلسي مع دينامو كييف ونابولي مع سالزبورغ. لكن قبل دخولنا الاستديو انتهت خمس مباريات الحقيقه بنتائج كانت اغلبها مثيره كابتن عمرو. خلينا نبلش بمباراه ارسنال ورين، خساره كانت مفاجئه لارسنال بارض رين بثلاثه اهداف لهدف. طبعا خساره غير متوقعه تماما لارسنال، يمكن اعتقد ان ارسنال في انجلترا هيقدر يعوض. يمكن استاد ريني كان انا شايف هو ترتيبه في الدوري الفرنسي برضه مش قوي ومركز عاشر حاليا، يمكن مش كان الخصم اللي كان يقدر يغلب ارسنال 3-1، لكن برضه عامل الارض والجمهور بيفرق. يمكن مدرب استاد ريني جوليان ستيفن شفنا اتكلم قبل اللقاء قال ان انا قادر ان انا اعدي من ارسنال، بالرغم ان مدرب ارسنال طبعا اوناي امري هو مدرب متمكن جدا ومدرب زي ما بيقول هو اللي قدر يحقق مع اشبيليه نصر منذ 40 عام لم يحقق بثلاثه يوروبا ليج ورا بعض. يمكن عشان كده جماهير ارسنال واثقين في ان ارسنال في انجلترا يقدر يحسم اللقاء ليه ويقدر يعدي حتى ويصعد الدور اللي بعده ان شاء الله.
نعم كابتن، طبعا مهمة لن تكون سهلة أمام أرسنال لأنه بحاجة إلى الفوز يعني بفارق أكثر من مباراة الذهاب لحجز مقعده بالدور ربع النهائي. كابتن عمر، أيضا لاحظنا فوز انتصار مهم لفياريال على زينيت في روسيا. طبعا شفنا فياريال، يمكن بالرغم من كل التوقعات كانت بتقول ان فياريال حاليا الموسم ده يعتبر من اسوأ مواسمه، مركز 18 في الدوري الاسباني، لكن ده برضو ما يبقاش عائق قدام مواجهات الخروج المباشر. شفنا فياريال معروف دايما في مواجهات الخروج المباشر او الخروج المغلوب بيبقى فرقه قويه. يمكن شفنا مدربه طبعا خافير كاليجا كان اتكلم برضو قبل اللقاء وصرح ان هو قادر انه يكسب زينت بيترسبرج في عقر دارهم، قدر ان هو يكسبهم 3-1 كمان في روسيا، وده اعتقد يسهل المهمه على فياريال في اسبانيا بان هو بمنتهى البساطه يقدر يصعد المباراه اللي بعدها. نعم. يعني انا شايف ان فياريال كمان في خصوص عوده كازورلا ووجود اسينجو ووجود رويز ان شاء الله قادر انه يصعد الدور القادم. نعم كابتن، ايضا لاحظنا الحقيقه ايضا نتيجه مفاجئه كانت تعادل اشبيليا اللي هو البطل التاريخي لمسابقه اليوروبا ليج بخمسه القاب، تعادل على ارضه امام جماهيره امام فريق يعني فينا نسميه الفريق متواضع اوروبيا اللي هو سلافيا براغ التشيكي. طبعا دي كانت صدمه غير متوقعه لكل عشاق كره القدم. طبعا اشبيليا كان من الفرق المرشحه بقوه لفوز اليوروبا ليج، ان هو يتعادل في اسبانيا مع فرقه زي سلافيا براها، كانت طالعه الثاني حتى في المجموعات ب 10 نقط، كانت معاه في المجموعه زينت وبوردو كوبنهاجن. نعم. يمكن بابلو ميتش مدرب اشبيليا كان بعد اللقاء صرح ان قال التعادل انا يعني بعتذر للجماهير واوعدهم ان احنا هناك في التشيك لما يلعب سلافيا براها يقدر يعوض وان اشبيليا تصعد. واعتقد برضو ان لسه اشبيليا ليها حظوظ بالرغم من ان سلافيا براها ممكن تعمل مفاجاه كبيره جدا في ارضها في التشيك. نعم. بحكم عامل الارض والجمهور. نعم ايضا كابتن، طبعا ما شاء الله مباريات اليوروبا ليج كابتن عمر مباريات مثيره وكثيره. ايضا انترخت فرانكفورت تعادل مع انتر ميلان من دون اهداف بالمباراه اللي جرت بالمانيا، نتيجه فينا نعتبرها افضل للانتر. طبعا انا شايف ان فرانكفورت اصلا يمكن الناس هتستغرب من كلامي، انا كنت مرشحه ان هو ممكن ينافس كمان على اليوروبا ليج. فرانكفورت يمكن مجموعته كان فيها لاتسيو وكان فيها مارسيليا وفاز في الست مباريات ب 18 نقطه وكان معدل تهديفي كبير جدا. يمكن مدربه ايدي هوتر برضو تكلم قال ان انا اقدر مع كامل احترامي لسباليتي لكن اقدر اواجهه واقدر ان انا اكسبه. لكن التعادل في المانيا اعتقد يسهل مهمه انتر ميلان في ايطاليا، واعتقد الابرز للصعود هو انتر ميلان باذن الله. نعم كابتن، يعني مشان نعطي الوقت لكافة المباريات ونتحدث عنها كلياتها، طبعا كابتن أيضا دينامو زغرب الحقيقة حقق فوز مهم على بنفيكا بهدف بكرواتيا. طبعا دينامو زغرب في كرواتيا قدر يكسب بنفيكا. يمكن بنفيكا طبعا من حاليا بنفيكا مرشح بقوه ان هو يبلغ ادوار قريبه جدا من نهائي يمكن يوصل مربع الذهبي، وطبعا كانت مفاجاه لعشاق بنفيكا ان دينامو زغرب بيكسب. لكن دينامو زغرب اعتقد كان بيأدي كويس جدا في دور المجموعات، كان باين كان معاه في المجموعات فنرباخشا وكان مع اندرلاكت وقدر ان هو يبقى يحقق 14 نقطه. يعني انا شايف ان بنفيكا في البرتغال يقدر برضو يصعد من دينامو زغرب، ولو ان دينامو زغرب فجر مفاجاه النهارده بفوزه على بنفيكا. نعم كابتن، طبعا المباريات اللي بتجري بالوقت الحالي هي ثلاث مباريات، فالنسيا يقابل كراسنودار الروسي، تشيلسي مع دينامو كييف الاوكراني، ونابولي مع سالزبورغ. خلينا نبلش بمباراه فالنسيا كراسنودار، الحقيقه مباراه اقرب لفالنسيا كابتن. انا شايف ان المباراه سهله جدا لفالنسيا، فالنسيا يقدر ان هو يصعد بمنتهى السهوله من كراسنودار، ولو ان كراسنودار برضو ليس بالخصم السهل. يمكن ما حدش يسمع قوي عن كراسنودار لكن هو يمكن ترتيبه المركز الثاني في الدوري الروسي بعد زينت، قدر يحقق 12 نقطه طلع مركز ثاني في مجموعه كانت قويه فيها اشبيليا فيها ستاندر ليج. مدربه مراد موسافيتش اتكلم ايضا قال لك احنا قادرين على تحقيق المفاجاه مع فالنسيا، لكن في الاخر اعتقد ان فالنسيا هي اللي هتصعد بالرغم من كل التوقعات. نعم ايضا تشيلسي كابتن عمرو بيلتقي مع دينامو كييف في الوقت الحالي، طبعا تشيلسي كابتن بعد الصدمه الكبيره اللي تعرض لها الفريق بخسارته الثقيله او التاريخيه خلينا نسميها امام مانشستر سيتي عفوا بسداسيه، استعاد الفريق توازنه، طبعا خسر بعد ايضا بنهائي كاس الرابطه، لكن الفريق استعاد توازنه بالفتره الاخيره وهو يقابل دينامو كييف بارضه. ايضا المباراه الحقيقه يجب ان تكون اقرب لتشيلسي كابتن ان لم تحدث مفاجات. طبعا اعتقد ان دي اخر فرصه لموريزيو ساري مع تشيلسي ان هو يقدر يحقق بطوله، طبعا بعد بعد الدوري
اعتقد تشيلسي حاليا المركز السادس في الدوري الانجليزي في الدوري بقى تماما. فاعتقد طبعا بعد خسارته في الكاس من السيتي ضربات الجزاء فاعتقد ان دي اخر فرصه لموريزيو ساري ان هو يقدر يعمل حاجه مع تشيلسي، واعتقد ان تشيلسي اقرب انه يفوز ويعدي من دينامو كييف في انجلترا وكمان في اوكرانيا. نعم كابتن، طبعا الوقت المخصص لبطولة اليوروبا ليج انتهى كابتن. طبعا ايضا نابولي سيلاقي سالزبورغ، ايضا مباراة حقيقة مهمة لكلا الفريقين، سنتحدث عن نتائج هذه المباراة بحلقات من مقبلة. ننتقل الان كابتن عمرو خليك معنا لننتقل للملف الثاني بحلقة اليوم اللي هو ملف بطولة دوري ابطال اوروبا، ولكن بعد الفاصل. بلغ مانشستر يونايتد الانجليزي ربع نهائي مسابقه دوري ابطال اوروبا لكره القدم بعدما تغلب على مضيفه باريس سان جيرمان في اياب الدور ثمن نهائي البطوله بالمباراه التي جرت على ارضيه ملعب حديقه الامراء. افتتح المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو اهداف اللقاء بتسجيله الهدف الاول لليونايتد، وبعد 10 دقائق ادرك الفرنسي الفريق الباريسي التعادل عبر خوان بيرنات، لكن لوكاكو عاد ورجح كفة الضيوف بتسجيله الهدف الثاني له ولفريقه. وفي الوقت القاتل من المباراة أضاف المهاجم ماركوس راشفورد الهدف الثالث من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو فار، لتنتهي المباراة بفوز مانشستر يونايتد الذي بلغ دور الثمانية مستفيدا من قاعدة الهدف المضاعف خارج الديار. وفي مباراة أخرى بنفس الدور ودع فريق روما الإيطالي المسابقة بعد خسارته أمام مضيفه بورتو البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعد التمديد، ليعبر بورتو بدوره للدور ربع النهائي بفوزه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة. نعم بالعودة لك مرة أخرى كابتن عامر، الحقيقة مانشستر يونايتد خلينا نسميها صنع الريمونتادا واستطاع أن يخصي باريس خارج البطولة. مباراة الذهاب اللي خلص ب 2-0 في انجلترا يمكن كان الاستحواذ كمان لباريس سان جيرمان 56%، كان معدل التمريرات الصحيحة دخل في 500 تمريرة، كان اعتقد كان يمكن مسيطر كمان بعد اصابه كمان لينجارد ومارسيال اثناء اللقاء. كل التوقعات قالت ان مانشستر يونايتد اكيد في بارك دو برينسز او في حديقه الامراء هيطلع اكيد كل يعني اعظم المحللين اتكلموا في كده، لكن طبعا سولشير قدر ان هو يفجر المفاجاه وبعد تصعيد 8 لاعبين شباب، طبعا لان كان مانشستر داخل اللقاء ب 10 غيابات من ابرز لاعبين مانشستر بل لاعبين اوروبا ايضا، وقدر ان هو يفجر المفاجاه هناك في باريس سان جيرمان مع ان اللقاء كله كان في اتجاه باريس سان جيرمان. يمكن الاستحواذ كان 72% لباريس سان جيرمان وكان 28% يمكن باريس سان جيرمان قدر يعمل 700 تمريره في اللقاء، وده اللي خلى توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان بعد اللقاء كان زي المذهول او قال انا اللي حصل ده مش في كره القدم او غير طبيعي، نحن كنا نمتلك مجريات اللقاء، لكن قدر جونر سولشير بخطته وبالشباب اللي صعدهم وبالحماس وبرساله راشفورد للعيبه قبل اللقاء اللي قال لهم مانشستر يونايتد يفعل المستحيل، قدر ان هو يحذر انجلترا كلها من قدوم مانشستر يونايتد. ولو اني اظن ايضا كابتن ان حماس الشباب اللي كانوا نازلين بيه يعني باللغه المصريه بنقولها جعانين كوره، فقدروا ان هم يسيطروا على اللقاء ويكسبوا باريس اللي كان نازل مغرور. اتفضل كابتن. طيب كابتن عامر اسمح لي بالمقاطعه، طيب خوض مباراه بهذا الحجم بدوري ابطال اوروبا وامام باريس سان جيرمان المتخم بالنجوم، يعني سولشاير قام بمغامره كبيره كابتن عندما اقحم العديد من اللاعبين الشباب في المباراه، يعني مغامره غير محسوبه العواقب صراحه. زي ما بنقول برضو حضرتك يعني هو كان مش خسران حاجة، هو خسران في أرضه وسط جمهوره 2-0، عنده 10 غيابات من أبرز النجوم، مصعد 8 لاعبين من الأكاديمية عشان يقدر يغطي القائمة، مفيش حل غير كده، فما لهاش حل غير أنه هو يهاجم. هو لعب على التقفيل الدفاعي المحكم أمام باريس سان جيرمان لأن دي أرضه في عامل الأرض والجمهور، وقدروا نلعب على المرتدة بمنتهى الذكاء عن طريق لوكاكو أحرز هدفين، عن طريق راشفورد ضربة الجزاء، أعتقد حلف الحظ أكيد طبعا في ضربة الجزاء راشفورد، ويمكن ناس كتير قوي اتكلمت إن ضربة الجزاء كانت صحيحة غير صحيحة، لكن في الأخير قدر إن سولشير يكسب. يمكن كمان طلع كلام إن سير أليكس فيرغسون يمكن الاندبندنت تكلمت عن كده إنه ادى بعض التعليمات لسولشير وسافر معاه هو طبعا وإريك كانتونا، وإنه كان ليه دور في الخطة اللي لعب بها مانشستر وفي ثقة سولشير في اللعيبة الشباب. نعم الحقيقة فعلا كابتن عمرو بعد هذه النتيجة
الكبيرة والمفاجئة اللي حققها مانشستر يونايتد. طبعا المفاجأة يعني أتت ليس يعني بحكم أنه باريس أكبر من مانشستر يونايتد، مانشستر يونايتد فريق عريق له تاريخه، لكن المفاجأة أتت كابتن باعتبار أنه مانشستر كان خاسر بمباراة الذهاب بهدفين دون مقابل، ويفتقد كما تحدثت كابتن عمرو للعديد من اللاعبين الأساسيين كبوغبا كمارسيال كماتا وغيره. استطاع سولشاير الحقيقة أن يخطف يعني خلينا نسميه تأهل تاريخي من أرض باريس سان جيرمان. كابتن، بالانتقال للمباراة الأخرى اللي جمعت بين بورتو وروما، بورتو أيضا استغل عاملي الأرض والجمهور وحقق فوز خلينا نسميه كابتن بشق الأنفس على روما وبلغ الدور ربع النهائي. طبعا شفنا في الذهاب يمكن روما في إيطاليا كان كسبان 2-1 وكان اللقاء سيان، ولو أن بورتو كان مستحوذ، يمكن نسبة الاستحواذ وصلت 58% أو 60%، نسبة التمريرات أعتقد ضعف التمريرات الصحيحة اللي عملها بورتو قدام روما في إيطاليا، يمكن كانت الضعف كمان. لكن بورتو بعامل طبعا الأرض والجمهور، بورتو فريق عريق برتغالي، فقدر أنه هو يحرج روما في البرتغال وكان مسيطر على اللقاء، والاستحواذ أيضا كان أعتقد 60%، وقدر أنه هو بهدف أعتقد هدف برضو حظ في الآخر، أو هدف زي ما بنقول الفوز أو الصعود لبورتو. ولكن يعني معظم المحللين كانوا متوقعين ان بورتو يصعد، لان روما في الموسم ده فعلا ليس هو روما فريق الذهاب. نعم، خاصه كابتن اذا بتذكر معي روما الموسم الماضي الحقيقه اقصى فريق من كبرى فرق العالم واوروبا اللي هو برشلونه. اكيد كابتن، روما الموسم اللي فات غير روما الموسم ده. روما الموسم اللي فات كان كل التكهنات والتوقعات بعد ما بجون مانولاس طبعا الاخير لما اقصى برشلونه، كله توقع ان روما هيوصل وياخد التشامبيونز، وكله توقع ان الموسم الجديد لروما اللي هو الموسم الحالي لينا حاليا ان روما يقدر يعمل حاجات او يقدر يوصل لادوار اعلى من كده. لكن روما خذل جماهيره اعتقد، يعني برضو روما فرقه بحجمها بتاريخها، لو جينا قياسا ببورتو لا، المفروض روما لو هتطلع تطلع من فرقه اكبر من كده، فاعتقد روما خذلهم. روما محتاج وقفه من اداره روما، محتاج تغيير لخطه روما للمدرب للعيبه، اعتقد روما محتاج وقفه الفتره الجايه. نعم كابتن عمرو عاطف، الحقيقه كنا مبسوطين كثير بتواجدك معنا بحلقه اليوم، ونتمنى ان نشوفك بحلقات جايه. كنت معنا من القاهره الكابتن عمرو عاطف، شكرا جزيلا لك، ناقد ومحلل رياضي. شكرا. نعم مشاهدينا الكرام، والآن ننتقل للحديث عن الملف الأخير بحلقة اليوم اللي هو ملف الرياضة السورية، ولكن بعد الفاصل. حققت أندية الصناديد والأصايش وسردم انتصارات مهمة ضمن مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لكأس إقليم الجزيرة بكرة القدم. فعلى أرضية ملعب الشهيد هيثم كتشو في قامشلي وضع نادي الصناديد قدما في الدور نصف النهائي للبطولة بتغلبه على نادي قامشلي بثلاثة أهداف لهدف، ليقطع شوطا كبيرا في بلوغ الدور نصف النهائي باعتبار أن مباراة الإياب ستقام على أرضه وبين جماهيره. وفي مباراة ثانية أقيمت على ملعب الحقل في مدينة ميلان، تمكن نادي الأصايش بطل الدوري من خطف فوز ثمين من أرض مضيفه نادي جودي عندما غلبه بهدفين لهدف، ليخطو هو الآخر خطوة كبيرة في التأهل لنصف النهائي. كما نجح نادي سردم بالعودة من مدينة تلكوتشر بتحقيقه الانتصار المهم على فريقها بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد بانتظار مباراة الإياب والتي ستقام على ملعب سردم. وفي آخر مباراة الدور ربع النهائي تعادل نادي سريكانية مع نادي جوان باز من دون أهداف على ملعب الشهيد رستم جودي في مدينة سريكانية. نعم مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن مباريات ربع نهائي كأس إقليم الجزيرة لكرة القدم ينضم إلينا من الشمال السوري الكابتن ياسر أيوب، لاعب دولي سابق وعضو إدارة نادي دجلة الرياضي. مساء الخير كابتن ياسر. أهلا مساء النور كابتن سومر، أهلا بك ومشاهدينا الأعزاء برنامجك الغالي رياضة اليوم. يا حبيبي حبيبي كابتن ياسر، شكرا كثير لك. كابتن ياسر، طبعا شهدنا يوم أمس أربع مباريات ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس إقليم الجزيرة لكرة القدم، خلينا نتحدث عنهم مباراة مباراة كابتن ياسر. نبلش بمباراة نادي قامشلي والصناديد. الصناديد الحقيقة استطاع أن يعود بثلاث نقاط أو عفوا بفوز مهم من أرض قامشلي بثلاثة أهداف لهدف. صح كابتن، مباراة قامشلي والصناديد طبعا اسمين كبيرين لأندية منتمي للدرجة الأولى. طبعا نادي الصناديد هو
ترتيبه الوصيف بعد نادي الأسايش ونادي قامشلو ترتيبه السادس. طبعا المباراة أنا أعتبرها مباراة تحت دون المستوى، مباراة كانت ندية من طرف واحد. طبعا الشوط الأول انتهى فوز بهدف واحد لنادي الصناديد، والشوط الثاني طبعا جابوا طبعا هدفين وهدف لنادي قامشلو، انتهت المباراة 3-1. طبعا مباراة أنا أعتبرها طبعا للأسف دون المستوى. نعم كابتن، ايضا الحقيقه نادي قامشلو من الانديه الـ 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 يعني القويه باقليم الجزيره، خسارته كانت ثقيله كابتن ياسر. صح، نادي قامشلو انا للاسف طبعا نادي اسم كبير، بس انا بحس انه في تخبط فني واداري بالنادي، ونتمنى يعود لمستواه الطبيعي. نعم كابتن، ايضا بالمباراه الاخرى اللي جرت بملعب الحقل بمدينه رميلان، حقق بطل الدوري نادي الاصايش انتصار مهم وعاد بفوز مهم من رميلان بانتصاره على جودي بهدفين لهدف ليسهل على نفسه يعني مباراه الاياب. صح طبعا انتهى طبعا كمان مباراه جودي والنادي الاصايش اللي قامت رميلان، طبعا الشوط الاول كمان انتهى بهدف واحد لنادي الاصايش، وطبعا الشوط الثاني أدرك نادي جودي التعادل، لكن خبرة ولياقة وتنظيم نادي الأسايش المعروف بدنيا وفنيا طبعا فازوا وعدلوا النتيجة وأخذوا المباراة ويستحقون طبعا الفوز مع يعني تكافؤ نوعا ما بالفرص ومجريات اللعبة. طيب كابتن ياسر، برأيك وبوجهة نظرك يعني هل من فريق قادر على إيقاف مد نادي الأسايش سواء ببطولة الدوري أو ببطولة الكأس؟ طبعا هون عم نحكي للاسف انه المستوى بالرياضه بالاقليم الى تدني كابتن. الاسباب كابتن ياسر، شو الاسباب برايك؟ كثيره يعني طبعا. شو الاسباب والحلول؟ طبعا الحلول موجوده والاسباب معروفه كابتن. نعم. طبعا الضعف الامكانيات، قله ضعف وقله المنشات، يعني للاسف عندنا ثلاث اربع ملاعب هي تحت الخدمه، ملعب هيثم كيتشو، ملعب 12 اذار، والسريكانيه، ملعب شهيد رستم جودي، ونوعا ما ملعب رميلان. للأسف يعني ضعف الإمكانيات للأندية وضعف المنشآت، طبعا تنظيم أغلب الأندية وتحديد مهام، يعني طبعا تخبط الإداري والفني لأغلب أنديتنا. نعم. طبعا فترة البعد بين الذهاب والإياب كمان لها دور كبير. نعم. عدم جاهزية أغلب الفرق كونها لا تملك منشآت تلعب عليها، والدليل طبعا للأسف أنه الشوط الأول مستوى، الشوط الثاني مستوى آخر. طبعا الغلبة تكون للفريق الجاهز بدنيا وفنيا. نعم. عدم وجود كوادر فنية وإدارية للأسف بإقليمنا كابتن، على عدد الأصابع. طبعا الكادر الفني والإداري مهم لاستمرارية أي فريق ولإعطاء رونق آخر. نعم. طبعا تضارب الدوري مع الدوري السوري للأسف، وهذا يعني هذا أثر كمان هالسنة على نتائج اغلب الفرق، كونها يعني كمان لاعبيتنا اغلب لاعبيه الانديه كانوا منتمين لانديه كنادي جهاد وجزيره وانديه الاقليم. نعم. طبعا والاهم كمان عندي في نقطه مهمه اذا سمحت. تفضل كابتن، بس باختصار لو سمحت مشان نمر على المباريات الاخرى كابتن ياسر. انا اسف، ضعف الثقافه الكرويه عند اللاعب كمان، هاي هذا الشيء كمان انا بعتبره وبحط اللوم على الانديه اللي لازم كان تعمل لها دورات و للتحكيم طيب كابتن ياسر، بس اسمح لي بالمقاطعه، بعتذر عن المقاطعه كابتن ياسر، خلينا نتحدث عن مبارتين اللي يعني اللي تبقوا لنا، مشان مثل ما بيقولوا يعني بنحط المشاهد بصوره كل المباريات. شبيبة الكوتشر كابتن تعرض لخساره امام سردم بثلاثه اهداف لهدف. صح، طبعا نادي سردم نادي جاهز فنيا وبدنيا كنادي الأسايش. اغلب لاعبيته عم يلعبوا بالدوري السوري مع نادي جزيره، طبعا اللي الف مبروك تاهلهم كمان. طبعا نادي مثل ما قلت لك الشوط الاول تعادل كان. نعم. الشوط الثاني استطاع نادي سردم يجيب ثلاث اهداف، وطبعا يعني. نعم. دليل انه الشوط الاول بمستوى، دليل الشوط الثاني بمستوى اخر كابتن. نعم هذا الشيء اللي حكيت لك قبل شوي.
نعم كابتن ياسر، طبعا إن شاء الله بحلقاتنا القادمة كما يقولون سنضع اليد على الجرح ونقوم الحقيقة بمعالجة كل الأخطاء الموجودة بالرياضة لتطوير الرياضة في الشمال السوري وبسوريا بشكل عام. طبعا أيضا سيري كانية كابتن ياسر تعادل مع جوان الباز من دون أهداف بانتظار الحسم بمباراة الإياب. كنت معنا من الشمال السوري الكابتن ياسر أيوب لاعب دولي سابق وعضو إدارة نادي دجلة الرياضي، شكرا جزيلا لك والشكر الأكبر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب وحسن المتابعة. تصبحون على خير وإلى اللقاء.